أبيش تروحين حق أم محمد تخطبين بنت هلا. صج؟ حد هذا يوم المنى سعاد والنعم فيها وما شاء الله عليها بنية وايد زينة وما راح تلقى أحسن منها. طبعاً أنت الحين طبختوها مع بعض وغصب تبوني أخذ البنت. من قال غصب؟ بعد أنت ريال من تبنية علشان نجبرك على الزواج. حلو مرتك انطقت، أنا ريال وماني مجبورة تزوج اللي ما أبيها. لحظة أنا ما كمل جملتي، بس بعد أنت دكتور وعاقل وتعرف مصلحتك عدل. ومع هذا كله كلمتي أنا اللي تمشي عليكم كلكم. ما عليك في المال، باكر تروحين تخطبينها. حاضر، من عيوني ثنتين تامر أمر. إبراهيم. نعم. نفس العلامة. يعني نفس القاتل. اسناني. أبيك تدق على الدوريات. أبي أتحافظ المنطقة كلها. تم. أوقف عندك. سامعين كلامه؟ كان ما صار اللي صار. لا تلوم نفسك يا ناصر. والناس اللي ماتت هذه بذمة منو؟ بذمته هو، هو اللي ذبحهم. أنت عبالك الدنيا هذه عادلة؟ الدنيا توهمك إنها عادلة، إن الصح صح والغلط غلط. الدنيا تمشي بالمعكوس. اللي فوق صار تحت واللي تحت صار فوق. زين زين خلاص اهدى الحين وتوكل على الله وروح نام ارتاح وانا بنطر الطبيب الشرعي حق الاوراق وبعدين بسري وراك. يلا.